مرحبا، كيفكن؟ كيف مرت عليكن أول سنة مع الكورونا؟ بتخيل كلياتنا مرقنا بتجربة إنسانية متشابهة، وأول الأزمة كلنا حسينا بالخوف، خوف إنه نطلع من بيوتنا، وخوف على الناس اللي منحبهم إنهم ينصابوا أو يموتوا. ولأول مرة بحياتنا عرفنا شو يعني حظر تجول. الأنظمة الصحية انهارت، مستشفيات والأطباء ما عادوا لحقوا يتصرفوا، كنا كلنا خايفين يخلص الأكل من السوق، والغرض اللي كان بخمسة صار بعشرة وبمية وبألف، هذا إذا التقى أساساً. مسافات، بلاد وقارات، فرقوا الأهل والحبايب، اللي كان برا طلع الآن برا، واللي قاعد جوا ما عاد مسموح له يسافر. الأزمة حطيت علاقات إنسانية كاملة تحت الاختبار، في جوازات ما تمت، في جوازات تمت بدون ما يحضروا أهم الأشخاص، في أطفال خلقوا ما قدرنا نرحب فيهم مزبوط، في ناس كتار منحبهم راحوا بدون حتى فرصة لوداع أخير. الاقتصاد ومهن كاملة بلشوا ينهاروا، والتواصل البشري أخذ شكل افتراضي، الإنترنت صار طريقتنا الأساسية بالتواصل، الحب صار افتراضي، والمشاعر تحولت لافتراضية، احتفالاتنا بأعياد ميلادنا افتراضية، وحتى العزاء صار افتراضي. فافترضنا إنه الحياة رح تكمل كلها بشكل الافتراضي. هلأ يمكن تعودنا شوي، يمكن نسينا تقريباً كيف كان شكل الحياة الطبيعية من قبل الأزمة، نسينا شكل الشوارع يوم عباية ناس، نسينا شكل المدارس يوم عباية طلاب، لما كان فينا نسافر ونروح وين ما بدنا بالدنيا، لما كان الأكل رخيص ومتوفر وبيكفي الكل. بعد سنة لسه عنا أمل نرجع نعيش الحياة الطبيعية مثل ما منحب نعيشها، والأكيد إنه هاي الأزمة يوما ما لازم تخلص. لسنة واحدة توقفت حياتنا، أعمالنا، خططنا وأحلامنا بكل الدنيا بسبب الكورونا. نحن السوريين توقفت حياتنا كلها لعشر سنين كاملين.